دكتور محمد المصري، وبما أننا نتحدث عن تركيا ودورها في الصراع الروسي الأوكراني أو الروسي الغربي إذا بدك، والروسي الأمريكي، الروسي الأوروبي، خلينا أشير إلى هذا الخبر العاجل من تركيا. يبدو بأن الجالية أو جزء من الجالية الإيرانية في إسطنبول تنظم مظاهرة مناوئة للنظام الإيراني داعمة للاحتجاجات الجارية حاليا في إيران بعد مقتل شابة إيرانية هناك. المظاهرة في شارع الاستقلال تحديدا دكتور محمد، والشرطة التركية تدخلت لمنعها وأوقفت بعض المشاركين فيها. تعقيب سريع على هذا التطور. يعني هو تطور مرتبط بما يحصل في الداخل الإيراني، ولكن الموقف التركي إذا كان قد منع هذا يعني يدل على عمق العلاقات، أو فلنقل على أنه تركيا الآن على الأقل لا تريد أن تغضب إيران. لا ننسى أنه حجم يعني التبادل التجاري والعلاقات بين إيران وبين تركيا هائل جدا، فبالتالي موقف تركيا الآن لأنها لا تريد أن تستفز النظام في إيران، وفتح باب السماح بالتظاهرات لأي جالية في إسطنبول أو غير إسطنبول. لا، هذا الموضوع يعني مرتبط بالعلاقات الدولية لتركيا، يعني بمعنى تركيا لا تستطيع أن تسمح بمظاهرات تؤدي إلى سلبيات على علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى، فبالتالي هناك سياسة خارجية أكبر من كل الجاليات الموجودة في أي بلد، وهذا ليس فقط متعلق في تركيا. أمن داخلي أيضا طبعا طبعا طبعا, طبعاً. لا لا أستاذ علاء، في كل الدول العالم هناك جاليات لكل الجنسيات. الآن نحن في عصر العولمة والعالم المفتوح، ولكن لا تستطيع الدول أن تسمح بتنظيم تظاهرات داخل بلادها تؤثر على سياساتها الخارجية التي هي تكون يعني سياسات استراتيجية في علاقاتها مع الدول الأخرى. فبالتالي هذا الموضوع يعني ليس فقط في تركيا، في كل بلاد العالم. أنا أتفهم أن تركيا الآن لا تستطيع أن تسمح بمثل هذه المظاهرات، لأنها فعليا الآن في هذا الظرف الحساس الذي تمر به إيران مستفزة بشكل كبير لإيران، وتركيا أظن أنها حريصة على العلاقة مع النظام الإيراني بغض النظر عن رأينا بهذا النظام، لأن تركيا يعني حجم التبادل بينها وبين هذا النظام كبير جدا على المستوى الاقتصادي. طيب نرجع لأوكرانيا وموضوع الاستفتاءات الآن مع ما حصل مؤخرا حقيقة من ضربات عسكرية مؤلمة تلقاها الجيش الروسي. اليوم عم نحكي عن استفتاءات في لوهانسك دونيتسك في الشرق، ليس هنالك فحسب، بل أيضا عن خيرسون في الجنوب، عن زابوريجيا. واضح بأنه فيلم روسي لضم هذه المناطق أو شو؟ هذه يعني لها دلالات خطيرة جدا جدا الآن بما يجري في أوكرانيا. الأمر الأول، عندما بدأت هذه العملية العسكرية الروسية كان المبرر أنها تريد أن تنقذ بين قوسين يعني دونباس الذي يعني هو يسكنه أو تسكنه من العرقية الروسية ضد الفاشية أو النازية التي كانت موجودة في كييف. الآن يعني الموضوع اختلف، أنت الآن تتكلم عن مناطق هي ليست أصلا داخلة في النزاع، يعني زاباروجيا وخيرسون في الجنوب الأوكراني ليست داخلة في النزاع، هي خارج دونباس. ماشي، نتفهم أن دونباس هناك استفتاء، يعني مع أنه سأتكلم الآن عن موضوع الاستفتاء وظروفه. طيب دونباس أنتم تتكلمون أنه عرقية روسية أنقصتموها من النازية الأوكرانية كما تدعون. طيب زاباروجيا وخيرسون هي أراضي أوكرانية وليس لكم علاقة يعني بها، أو ليست هي داخلة تحت الوازع الذي دفعكم إلى القيام بهذه العملية العسكرية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن هذه الاستفتاءات تم تقريرها بناء على طلبات شعبية أو من حكام هذه المناطق التي سيطر عليها الروس. لو نظرنا لرأينا أن الذين طلبوا من روسيا أو طلبوا إجراء هذه الاستفتاءات هم عين من قبل الروس، ونحن ندرك أن المناطق التي تسيطر عليها روسيا سواء داخل روسيا ولا خارج روسيا يعني هي مناطق ليس فيها أي شيء من الشفافية ولا من الديمقراطية ولا من حق تقرير مصير للشعوب. فبالتالي يعني الذين طلبوا بهذا الاستفتاء هم الذين عينتهم روسيا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخطر أستاذ علاء، أنه لو تم هذا الأمر وأعلنت روسيا أنها قد ضمت هذه المناطق، ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أي عملية تستهدف هذه المناطق هي عملية تستهدف الأراضي الروسية، وهذا سيكون له حسابات مختلفة، فبالتالي الأمر خطير جدا. الأمر الأهم أنه فعلا هذا يثبت على أنه روسيا لم تكن تريد فقط دونباس، وإنما كانت هي مبرر للدخول، هي تريد أن تسيطر على أكثر من هذا، والأمر لن يتوقف على دونباس ولا على زاباروجيا ولا على خيرسون. إذا تمكن الجيش الروسي من السيطرة على مناطق أخرى وحكم فيها أو وضع فيها يعني سلطة موالية له، سيحصل نفس الأمر وستطالب هذه السلطة بإجراء استفتاء. وطبعا هذا الاستفتاء يعني لا أحد يعرف ماذا في الصناديق ومن سيشرف على هذا الموضوع، ليس هناك شفافية كما قلت لك. يعني النظام الروسي في داخل روسيا أو حتى المناطق التي يسيطر عليها سواء كان في سوريا ولا حتى في الآن أوكرانيا، ليس هناك شفافية في التعاطي مع هذه المواضيع. من سيعرف ماذا على ماذا يعني نتيجة الاستفتاء معروفة طبعا، يعني مثل ما بنشوف في سوريا
نتيجة الانتخابات 99.99%، هذا حنشوفه بنفس الشيء إذا صار الاستفتاء يعني. طب وإذا حصل هذا ما الذي سيترتب عليه؟ خلينا نبحث هذه القصة. أذهب إلى موسكو مع ضيفنا مراسل صحيفة العربي الجديد رامي الخليوبي. يا مرحبا يا أستاذ رامي. مساء الخير، أهلا بك. حديث الساعة في موسكو اليوم. بكل تأكيد الحديث هو عن الاستفتاءات المرتقبة والتي من المنتظر أن تبدأ في 23 سبتمبر وتستمر لمدة 5 أيام، ومن المنتظر أن يجيب السكان في المناطق الجارية فيها استفتاء على سؤال هل تؤيدون الانضمام إلى روسيا الاتحادية، باستثناء مقاطعة زاباروجيا التي من المنتظر على الأقل وفق ما متوفر في الإعلام حتى الآن أن يتم الأول إعلان الاستقلال عن أوكرانيا ثم الانضمام إلى روسيا. يعني حب حب بالتدريج الشباب، مش مستعجلين. لما الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف يقول إنه هذه الاستفتاءات ستغير مسار التاريخ بالنسبة لروسيا، كأنه يعلم نتيجة الاستفتاءات. هناك في الواقع يقين روسي بأنه سيتم التصويت بنعم في هذه الاستفتاءات، سواء سيكون من الصعب التأكد من شفافيتها ونزاهتها بسبب عدم الاعتراف الدولي بها، وبالتالي لن يكون هناك مراقبون دوليون. وهناك مقولة روسية قديمة أدلى بها زعيم الثورة البلشفة فلاديمير لينين، ومفادها أنه ليس من المهم كيف يتم التصويت، وإنما المهم من يفرز الأصوات.